بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في موضوع التزكية ومع تلك الثمرة التي هي ثمرة الحرية الشارقة، ومع وسيلة تحقيق من وسائلها، وهي الوسيلة التي أطلنا فيها النفس، تعددت مجالسنا فيها ومدارستنا لحقيقتها، لأنها كما ذكرت محورية في هذا الباب، ألا وهي الأوراد والواردات. الأوراد المشرقة، الأوراد المفعمة بالمواجيد، وكنا نقرر هذه الحقيقة من خلال آية النور التي هي أصل في هذا الباب، أصل في تقرير قضية الأوراد وقضية الواردات. وانتهى بنا الحديث من خلال الآية الكريمة إلى تلك الصورة التي أراد الله تعالى أن يقرب لنا من خلالها نوره العظيم الجليل الذي من الله به سبحانه وتعالى على الوجود كله وعلى المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. وقلنا بأن الآية الكريمة سلكت في تقريرها لنور الله الذي تفضل به على عباده، سلكت مسلك التدرج ومسلك الترقي من صورة إلى أخرى ومن منزلة إلى أخرى. هذه المنازل التي هي خمسة، المنزلة الأولى التي أشار إليها ربنا عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. ثم الصورة الثانية أو المنزلة الثانية أشار إليها قوله سبحانه وتعالى: الزجاجة كأنها كوكب دري. والثالثة: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. والرابعة: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. والخامسة التي كنا على مشارفها قول الله عز وجل: نور على نور. هذه الصورة الخامسة والمنزلة الخامسة، نور على نور، نور على نور، حيث اجتمعت عناصر النور كلها في نهاية هذا التقرير
الكريم من خلال آية النور تجمعت عناصر النور كلها، فكانت نورا على نور. فهناك نور الفطرة، وهناك نور الإيمان، وهناك نور الوحي، بل وهناك نور المشكاة. هذه الأنوار كلها الآن تجمعت واتحدت وتضاعفت، وواحد منها فيه الكفاية في النور. فكيف إذا تجمعت هذه الأنوار كلها؟ والأنوار من خصائصها لا تتزاحم ولا تتصادم، الأنوار يتحد بعضها بعضا. لو ملأت هذا المكان بملايين المصابيح فإنه لا تصادم بين هذه الأنوار، بل بينها غاية الانسجام، وبينها منتهى التوافق والتساند، يسند بعضها بعضا ويتوافق بعضها مع البعض. وهكذا أنوار هذه الشريعة وأنوار الفطرة، هكذا نور الفطرة ونور الإيمان ونور القرآن ونور أحكام الشريعة ونور الأوراد التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من الأوراد التي كلها أنوار، فإنها لا تتزاحم أبدا، بل إنها تشع في قلب المؤمن، وهي في نفس الوقت أنوار ذاتية، ليس أنوار عابرة، لا، إنما هي أنوار ذاتية بالنسبة للمؤمن، لأن هناك من الأنوار ما يكون عابرا، أما عندما يكون أصيلا ذاتيا في الذات فإنه لا ينفك عن الذات أبدا. وهكذا هذا النور الذي قررته الآية لا ينفك عن ذات المؤمن، فهو قار في الذات، ولذلك كان نور على نور، فتحولت ذاته التي هي كالمشكات إلى نور، وتحول قلبه الذي هو كالزجاجة إلى نور، لأنه هذا المصباح لا بد له من مشكات ليتجلى نوره في المشكات التي تجمع نوره وتحفظه وتوحده حتى لا يتفرق، لأن المشكاة التي هي القوة غير النافذة هي التي تجمع هذا النور وتجمعه ولا تتركه يتفرق، بخلاف المصباح لو وضعته في غير مشكاة فإن نوره يتفرق في الهواء. فهذه الذات المؤمنة، ذات المؤمن القويمة المستقيمة النقية الصافية التي نبتت من حلال وتغذت بحلال، كانت نطفتها من حلال، أي كانت نطفتها من عقد شرعي مستمد من الشريعة الإسلامية، من عقد النكاح بجماله وكماله وتمامه، فهي خلقت من تلك النطفة المباركة الطيبة، نشأت من حلال ثم تغذت بلبن الحلال من أم صالحة مؤمنة راكعة ساجدة ذاكرة مسبحة حامدة، كلما أرادت أن تلقم ابنها أو ابنتها ثديها قالت بسم الله،
وإذا انتهى طفلها من رضاعة قالت الحمد لله. فهو تغذى باللبن المبارك الطيب من المرأة الصالحة الراكعة الساجدة المسبحة القارئة للقرآن الكريم. وترعرع كذلك في هذه الأسرة المباركة الطيبة التي هي أسرة الإيمان في بيت طيب فيه القرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، فيه نور القرآن وفيه نور السنة، فيه نور الصلاة ونور الصيام ونور الزكاة ونور التسبيح ونور التحميد. هذا الجسد الطيب الذي نبت هذا المنبت، ثم كذلك نشأ هذا الجسد المبارك في مجتمع محافظ، في مجتمع يقيم الشريعة الإسلامية، يقيم أحكامها، حدودها، قواعدها. فترعرع في هذا المنبت المبارك الطيب، ترعرع في هذا البستان المبارك، ترعرع في هذا الحضن الذي حماه من كل تيار هدام، حماه وحصنه. فكان هذا الجسد المبارك الطيب الذي تلقى النور، فكان جسدا منورا، جسدا منورا بجميع ما فيه من أعضاء وبجميع ما فيه من جوارح، بصر منور وسمع منور ولسان منور، كل ما فيه نور. فكيف إذا مسه القرآن هذا الجسد المنور الذي يحمل الفطرة المباركة المنورة، كيف إذا مسه القرآن؟ فإذا مسه القرآن إذا بالنور يتفجر من كل جانب، فيصبح المؤمن يتحرك بالنور، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في ماذا؟ الناس. وجعلنا له اللام هنا للاختصاص، خصه الله تعالى بهذا النور، هذا النور الذي يتحرك به في الحياة ليضيء للناس حياتهم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى يمشي سبيلا على صراط مستقيم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستويان مثلا أبدا. لذلك قال الله عز وجل في تقرير هذه الصورة الخامسة: نور على نور. هكذا بهذا الحرف الذي يدل على التمكن والاستعلاء، على من خصائصها التمكن والاستعلاء. كما قال الله عز وجل في أمثلة كثيرة من القرآن الكريم في صدر سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على التي تفيد التمكن وتفيد الاستعلاء. وهكذا هذا النور المتمكن وكذلك العالي المرفوع، نور على نور، نور التنوين هنا للتعظيم على نور، وكذلك التنوين هنا للتعظيم، نور عظيم ليس له حد ولا حصى، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره سبحانه وتعالى من يشاء. الهداية الدلالية والهداية التوفيقية. أما الهداية الدلالية فهي عامة للناس جميعا،
وأما الهداية التوفيقية فهي خاصة بمن تلقى هذا النور وفرح به، تلقى النور وفرح به وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما أولئك الذين جاءهم النور فأعرضوا عنه فهؤلاء أقيمت عليهم حجة الهداية الدلالية، فليس لهم عند الله عز وجل حجة، لأن الله قد أقام عليهم الحجة ورفضوا هذا النور. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ومن يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذن نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الهداية التوفيقية التي بها يخرج الله عبده من الظلمات إلى النور. وجاء الفعل المضارع بهذه الصيغة، جاء الفعل بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على الهداية المستمرة التي لا تتوقف أبدا. ولذلك قال يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. هذا كله مثل ضربه الله تعالى للناس من أجل أن يقيم عليهم الحجة. أما المؤمنون فقد تلقوه ولم يقولوا كما قال المنافقون ماذا أراد الله بهذا مثلا أبدا، بل تلقوه غاية التلقي. المنافقون وأضرابهم لما ضرب لهم المثل رحمة بهم ماذا قالوا؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كذلك يضل الله به من يشاء ويهدي من يشاء. ما فهموا، لأنهم لا يريدون أن يفهموا. ولذلك قال الله تعالى ويضرب الله المثال للناس، للناس كلهم، كل الناس الآن أقيمت عليهم الحجة، لكن المؤمنين فرحوا بأمثال الله وفرحوا بعطاء الله وفرحوا بنور الله واستقبلوه بغاية الفرح والسرور والبهجة وفهموا عن الله، والآخرون أعرضوا، فلما أعرضوا حرموا من سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ثم ختم الله الآية بقوله والله بكل شيء عليم، عليم بأن المؤمنين الذين يستحقون الهداية إلى النور فيهم أهلية الهداية إلى النور، فبصرهم الله تعالى بهذا النور فاستقبلوه فمكنهم الله تعالى منه. وعليم بأن أولئك الذين أعرضوا عن هذا النور ولم يقبلوه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وأقيمت الحجة على الجميع. هذا كله مما اقتبسناه من الآية الكريمة يتعلق بالشق الذي هو شق الواردات. كل هذا يتعلق بشق الواردات، وهما ما يتنزل من الله وما يكرم الله به عباده من العطايا والمنح، ثم تنتقل بين الآية إلى الأوراد التي لا بد منها لاستنزال الواردات.
لا بد منها لاستمرار الواردات واستنزال الواردات، لاستنزالها واستمرارها. فإذا أكرمك الله بهذه الواردات فلا بد لك من أوراد من أجل الاستمرار. إذ الواردات قبل التنزلات، الأوراد قبل التنزلات، والأوراد بعد التنزلات. الأوراد قبل التنزلات لاستنزالها، الأوراد قبل تنزلات الواردات لاستنزالها، والأوراد بعد تنزلات الواردات لاستمرارها. لذلك انتقلت بنا الآية بعد تقرير الواردات إلى تقرير الأوراد، فقال ربي جل جلاله وعز سلطانه وتبارك اسمه وتوالى فضله، قال جل جلاله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الآية آيات فيها تقرير لمسألة الأوراد، وتقرير مسألة الأوراد من خلال هذه الآية من وجوه ثلاثة. الوجه الأول وهو الذكر النافع، الوجه الثاني المسجد الجامع، الوجه الثالث الزمان الرافع. هكذا أجعلها على هذه السجعة. إذن الذكر النافع الذي ينطلق من المسجد الجامع، وكذلك يكون في الوقت النافع على وجه الخصوص. إذن هذه الثلاثية، ذكر نافع في مكان جامع أو في مسجد جامع في وقت نافع. قال الله جل جلاله في بيوت، بدأ بالمسجد الجامع، بدأ بالمكان الذي ينبغي أن تختاره لأورادك. هي الأوراد ينبغي أن تكون باستمرار، ولكن أفضل مكان لها هو هذا، هو المسجد الجامع، لأن في المسجد منافع وفي المسجد فتوحات وفي المسجد عطايا وفي المسجد مواهب قد لا توجد في غيرها. ولكن ربي جل جلاله يعطي في المسجد الجامع الذي يجمع المؤمنين، ويعطي كذلك في المكان الذي تجعله أنت إن شاء الله تعالى مسجدا لك، حتى إنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه أن يتخذوا في بيوتهم مساجد، وذلك من أجل أن تكون أورادهم منطلقة من هذا المكان. بدأ في الحديث عن الأوراد بمراكز، بالمراكز التي تصدر منها هذه الأوراد، مراكز النور
المراكز التي تصدر منها هذه الأوراد. وذلك أن المقصود هو الكلام عن الأمة، ونفهم من خلال الكلام عن الأمة الكلام عن الأفراد، لأن للجماعة أسرارا وفي الجماعة أسرار، والذكر في الجماعة له أسراره. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انظروا إلى سر الاجتماع وإلى سر مكان الاجتماع. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. لهذه الخصائص، خصيصة الاجتماع وخصيصة بيت الله وخصيصة الاجتماع على القرآن ومدارسة القرآن، لهذه الخصائص ما لها من التأثير في الواردات. هذه الواردات في آخر الحديث، الأوراد في أول الحديث والواردات في آخر الحديث. هذا الحديث بدأ بالأوراد: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. هذه أوراد. هل واردات؟ الواردات عظيمة جدا، فلما كانت الواردات عظيمة وجليلة وخطيرة بدأ الحديث النبوي بالأوراد التي تستنزلها، بالأوراد التي تستنزلها. هذه إذن الأوراد بالجملة التنزلات الواردات: إلا نزلت عليهم السكينة، سكينة القلب، وارد من الواردات الربانية، عظيم عظيم جدا، لأنه لا يسكن القلب إلا بهذه الأوراد وإلا بمقلب القلوب الذي يسكب فيه سبحانه وتعالى تلك السكينة فيستقر ويستريح. فإذا استقر القلب واستراح حينئذ سينبع منه ذلك النور أكثر، وكذلك عندما يستقر ستنعكس عليه الواردات من الله، تنعكس عليه أنه استقر. فلما استقرت فيه الواردات، لأنه إذا لم يستقر ولم يسكن فلا تستقر فيه الواردات بل تمر عليه مرورا. إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بالامتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي يبدو في صفوها الله العظيم. استقر فألقت عصاها واستقر به النوى، كما قر عين بالإياب المسافر. فألقت عصاها، إنسان عندما يسافر في العادة القديمة يأخذ معه عصاه، فإذا وصل إلى مكانه وإلى هدفه المنشود ومقصوده، إذا وصل إلى مقصوده وهدفه المنشود يلقي العصا بالجانب ويقول: الآن وصلت. فكذلك السائر إلى الله والقاصد مولاه، فإنه
يسير في طريقه إلى الله حتى إذا استقر قلبه وسكن، حينئذ يحمد ربه عز وجل ويشكره لأنه قد قطع المسافة بسلام. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وتلك أعظم وأجل وأكبر، حين يذكرك أنت باسمك، أنت العبد الضعيف الحقير البليد، يذكرك الرب جل جلاله في عليائه: انظروا إلى عبدي. فلو أن الإنسان شعر واستحضر هذا الحضور لكاد أن يطير شوقا إلى مولاه. عندما شعر أبي بن كعب بهذا الشعور، عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن، قال: يا ربي، وذكرني لك ربي باسمي؟ قال: نعم. فجعل يبكي من شدة الفرح. يذكرك الله باسمك عنده جل جلاله الملك. إذن هذه هي الأوراد بزمانها ومكانها ونوعها، وهي تستحق وقفة أطول من هذا، لعلنا نعود إليها مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بفهم كتابه، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسنه. اللهم خذ بيدنا إليك، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، أصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي به عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.